تفضلي. منصف تخاني كتب عام قرع زين التعليم الأساسي بداش. بس المنصف اليوم لنا استقالات عدد هام من المديرين، لو تعطينا بعض الأرقام وشنو الجديد في الجهة؟ الجديد بعد الاجتماع وبعد تدخل الخيال وبعد توضيح من الجامعة العامة على غرار كل الجهات الأخرى التي خاضت اجتماعات إخبارية من زملاء المدرسين والمديرين طوعيا بعد مخرج من مخرجات هذا الاجتماع، تقدم مجموعة الحاضرين من زملائنا المديرين سواء كان منهم المعفيين أو غير المعفيين ونداوا به هذا الاجتماع، وما كان علينا إلا استجابة لطلبهم هذا، عملوا استقالة، تقدموا استقالة جماعية في انتظار التحاق مجموعة أخرى من زملائنا نهار الاثنين وصولهم اللي غايبين، وهذا ما يزيد كان يقوي صفوف المدرسين، وفي الحقيقة زاد عبروا من خلاله على أنه هالخطة الوظيفية اللي ترتهن بها الوزارة وتريد أن تركعنا وتستعبدنا بها، المدير اليوم قال لك أخويا أنا راني معلم قبل كل شيء، راني معلم واحترام المعلم رجاء احترام المعلم. سي مصطفى نستناو على 900 خطوة تصعيدية في باجة. هذا ما نجمش نحسن فيه توا، إن شاء الله بعد اجتماع سواء كان مكتب الفرع الجامعي أو مكتب النقابات الأساسية. الهيئة الإدارية. سنعلمكم بذلك في الأبناء. فما هيئة إدارية. طبعا قبل إن شاء الله كان الهيئة الإدارية كذلك باش نعملوا مكتب إدارة أخرى في النقابيين اللي من شأنها باش ترفع التوصيات للهيئة الإدارية.